صبي باشا، عايزك تاخد الواد ده والعيال اللي معاه في مكتبك، تاخد اقوالهم وبكره الصبح ترحلهم على النيابه. تمام يا عمر بيه. رباب، في شهود عيان على واقعة الاعتداء عليكي؟ لا يا باشا مفيش. خد عبد الله على مكتب صبي بيه. تمام يا باشا. يلا عبد الله. قدامي يالا، قدامي. دلوقتي يا رباب الواد ده هيروح النيابه وهينكر كل حاجه، وبالكتير هيتعاملوا معاها لانها واقعه تحرش، ده اذا عرفوا يثبتوها اصلا وهخرجوها. رباب، هو ده قانون يا باشا؟ انا بس عايزك تتمسكي باقوالك في المحضر وما تجيبيش سيره خالص اللي انت اللي رحتي له، وما تقلقيش من حاجه. الواد ده كده كده ملطوط ملطوط وصحيفه الثواب ومرميه على الرصيفه عند بتوع الجرايد، والباقي بقى احنا هنعمله ان شاء الله. المهم دلوقتي انت سمعت الحياة عادل وهو بيتكلم كان بيتكلم ازاي؟ لو كملنا معاه سكته هتبقى طويلة شوية. تحبي تكملي ولا نهديها على كده؟ هكمل يا باشا. ماشي يا رب هنكمل. ده ايه الهنا اللي احنا فيه ده يا ولاد؟ بس الباشا عندنا هنا في مصر. حبيبي امريكاني. ده انت اللي حبيبنا يا غالي. اتفضل اتفضل. يا اهلا. ازيك يا ام ميرفت؟ تمام يا باسم بيه، وحشنا. ربنا يخليك يا ام ميرفت. اتفضل يا باشا اتفضل. اتفضل. وحشتنا زياراتك التخاطيفي دي. انت عارف بقى نظام الشغل يا معلم. الله يكون في العون يا غالي. ايه ده؟ بيتك؟ بيتك بيتك. ش هش هش هش. يلا بسرعه. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا معلم. ازيك يا ام ميرفت؟ بخير يا اخويا طول ما انت بخير. ربنا يخليكي. انا بجيلك بنفسي مخصوص عشان خاطر تفتحي لي الكوتشينه. يا سلام، غالي والطلب رخيص. طب ايه رايك بقى ان انا مش همشيك من هنا النهارده الا لما افتحها لك واقول لك اللي يعلي مزاجك الغالي كمان. تشرب ايه بقى يا غالي على ما الغدا يجهز؟ لا اشرب يا معلم، انا يا دوب اخد عادتي معاك واطير انا عشان لازم ارجع سينا النهارده. يا عيب الشوم يا باسم بيه، معقوله تيجي لحد عندنا وتمشي من غير ما تاكل لقمه؟ الغدا جاهز يا باشا، نقعد قعدتنا وناكل لقمتنا في السريع كده وتمشي على سكتك بخير ان شاء الله. مفيش مشكله يا معلم. جريه هلا، ما تبعد شوية، عايز هوا هوا، هتبقى راكب على نفسي على طول. أنا يا كبير. بقول لك إيه يا عدية؟ روح الميرفت تعمل لنا دور شاي وتدلعنا بشوية قراقيش من بتوعها كده. من عينيا. بس أنا كمان عايز أسمع يا معل. هو إحنا نقدر نقول حاجة من غيرك يا متكلم؟ شايف يا باسم بيه؟ أهو على طول واكلني بكلامه المعسول ده. أنت الحب القديم. ماشي يا خويا. حلاوتك يا بطة. أخبارنا إيه يا باسم باشا؟ كله تمام أوي يا معلم. أنا جيت لك النهاردة بخصوص الناس بتوع سينا، ما يديلوش أي حاجة في الطلعة اللي جاية. الله يطمن قلبك يا غالي. الراجل اللي أنت هتعمل معاه العملية المرة دي جديد، وطريقة الإسلام والتسليم برضه جديدة، والمكان احتمال كبير انه يتغير، والكمية أكبر. الله الله الله، ده الليل عيد وكله جديد في جديد. ده بقى الراجل اللي أنت هتكمل معاه العملية، واحتمال تكمل معاه شوية كمان. اسمه إيه؟ رزق. رزق؟ آه يا معلم رزق. يعني إيه رزق دي؟ رزق دي عندهم هم، بالبلدي عندنا كده يعني رضا. يعني ينفع اقول له يا رضا؟ اه يا معلم ينفع طبعا. سبحان الله، له في خلقه شؤون. باسم به اللي منورنا وما بيفتكرناش الا لما بيوحش. ربنا يخليك يا ست الكل. اقعد جنبي يا متكلف. جرب البسكوت ده يا باسم بيه. ميرفت هي اللي عاملاه بنفسها. ما هي دي ميرفت بنتي.
دي ميرفت؟ لا بس مزوزيل عظيمة. الله يخليك، سكرك قد ايه؟ مظبوط. اها قلتوا ايه بقى؟ هو احنا لحقنا نقول حاجة؟ ما نقدرش نقول حاجة من غيرك يا متكلم. والله جلبية الواد سالك لايق عليك قوي يا باسم باشا، بس انا نفسي اعرف ايه الحكمة في كده. امان يا امريكاني. امان؟ اه. طب وايه بقيت الرجالة؟ انا بيني وبينهم تليفون، هم هيقعدوا عندك شوية، معلش هنتقل عليك. تتقلوا؟ ده لو ما شالتهمش الارض شلهم فوق راسي. يا سلام، تحب ابعت معاك حد من العيال؟ لا ملوش لازمة، انا هعرف اتصرف. يلا مع السلامة. طريق السلامة. سلام. مع الف سلامة. مع الف سلامة. يلا. ما احنا متفقين على التيتا دي من عم ناول يا امريكاني. عم ناول ده انت على قديمه قوي يا بطة. بلا بطة بلا وزة بقى، انا بنتي يا اخويا ملهاش في الليلة اللي انت عاوزها فيها دي. ليه يا اختي؟ الرجالة بقت تجيلها بالقفلة في النفسية على كبر ولا ايه؟ ما تستعبطش يا امريكان، انت فاهم قصدي كويس قوي، بنتي ما تتلطش في شغل السوق. مجيتها معايا ملهاش علاقة بشغلنا خالص، ده عشم بيني وبين الراجل وما يصحش ازعله. بس انا بقى زعل عزرائيل عشان خاطر بنتي. هما هياكلوها يا وليه انت؟ لا بس هتحضر وهتعرف الناس دي، وهم كمان هيعرفوها. واللي بيخش الخيه دي يا امريكاني ما بيطلعش منها يا اخويا غير بالدم، وانت عارف كده كويس. انت اتلطيتي في نفوخك ولا ايه يا وليه انت؟ بقى معقول اخليها تحضرنا واحنا بنتكلم في الشغل؟ اخرها تشرب معانا حاجه ونتكل على الله. ما تجنظريش دماغك عشان ما يقلبوش علينا، ده احنا ما صدقنا انهم استكبرونا وكبروا لنا الحصه. عايزين نعيش بقى ونقب، الناس بتجري على بضاعتها بايديها واسنانها. الله. وبعدين بقى اهمدي اشعلي، ان ما كانش المال مالك ما تقلقيش. ميرفت دي بنتي. ما بتردش عليا يا علياء. ما تكلمها على تليفون الجاليري يا عمر. كلمتها وكلمتها في البيت ومحدش راضي يديني عقد نافع. وانا ما كلمتهاش النهارده. عمر انت زعلتها في حاجه؟ حتى لو انا مزعلها، من امتى فريده ما بتردش على التليفون؟ طيب طيب يا عمر سيبني اجرب ارد عليك. اوكي الموضوع ده ملوش علاقه بفريده لوحدها. طيب طيب باي باي بقى. باي. سلام. فريدة. فريدة. عمر بيه. ازيك يا بسنت؟ ازيك يا عمر بيه. هي فريدة ما جاتش النهارده ولا ايه؟ لا النهارده ما جاتش، كلمتني في التليفون عشان اجي افتح بدري وقالت لي انها مش هتيجي كام يوم كده يعني. اه ما انا عارف، بس هي كان المفروض تيجي تاخد شويه حاجات من هنا يعني، ومش مشكله مش مشكله. متشكر متشكر. العفو يا عمر بيه، نورتنا. شكرا. مش عملنا اللي يرضينا ويرضي حقنا؟ مالك بقى مصدره متشنجه على الصبح ليا بيت؟ غصب عني يا عمتي، غصب عني يا عمتي. بتفركي بايه جواك يا بنت اخويا؟ فضفضيلي احكيلي. مش عارفه يا عمتي. تفتكري يعني يا عمتي ممكن يقفوا جنبي؟ ممكن يعني يجوا على بعضيهم كده عشان خاطر واحده زيي؟ عارفه اللي بتقولي ده ايه؟ ده اسمه الهبل. ما الدنيا كلها هبل، ولا يعني جت علينا يا عمتي؟ يا بنت سدتي نفسي على الصبح في ايه يا رباب؟ فقر انا؟ ها؟ من ناحيه فقر؟ ده انت فقر من واسع. طب قشري يا اختي قشري عشان الوريه مستعجله على حاجتها. يعني من الاخر كده مستوعب اهو ان فريده دي تبقى بنت الوحيده، مستوعب مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا يا اخي. لما هو اكيد يبقى اتفضل بقى عشان نعرف نتفاهم. اتفضل حضرتك. اتفضل. ليه ما تقعد قبليا كمان؟ طالما ان هو اكيد
كنت عايزني اخدك بالحضن بعد اللي انت عملته ببنتي؟ امال تعمل ايه لما تبقوا في بيت واحد؟ تخليها تنزل طول الليل تدور عليك زي المجانين في الأكمنة والشوارع؟ مش كده يا حبيبي؟ انهي منطق يقدر يقنعني ان انتوا ممكن تكملوا مش تصطلحوا؟ يا انكل انا عمري ما تخيلت ابدا ان شغلي ممكن يعمل مشاكل لفريده بالنوع ده. احنا متربيين مع بعض تقريبا، يعني حضرتك عارفني وعارف طبعي من واحنا عيال صغيره. اسمع يا عمر، انا يا ابني راجل متحضر، يعني لما بنتي تشاور لي على واحد وتقول لي انا عاوزه ابقى مراته لازم اوافق طول ما هو ما فيهوش عيب يعيبه. وانا اعتقد انك انت ابن ناس ومتربي وسيرتك كويسه قوي قوي قوي، لكن مش كل حاجه بالسيره ومش كل حاجة بالتربية وكل حاجة بالعيلة. في أشياء في الواقع أحيانا بتحصل بتخلينا احنا كمان نتوقف ونفكر بحاجة اسمها العقل. تعرفه ولا ما تعرفوش؟ هي الأشياء دي حضرتك يعني ما ظهرتش لدلوقتي؟ لا، الأشياء دي بانت من الأول، من ساعة ما ارتبطت، من ساعة ما مصيرك بقى زي مصيرها. اسمع لما أقولك، مفيش أب في الدنيا يتمنى لبنته إنها كل يوم الصبح تصحى وهي مش طمة إنها تنام بالليل أرملة ولا سكر. ماشي أوكي. طب ممكن بس اعرف هي فين دلوقتي؟ وانا لو قلت لك ولا ما قلت لكش من تمثيلك هتعرف. هي يا عمر في العين السخنة. شكرا يا انكل، بعد اذن حضرتك. عمر، من فضلك سامحني. السلام عليكم.